القوات الحكومية تطوق مدينة حرب في حجة وكيلومتر فقط يفصلها عن المدينة. أحباط هجوم حوثي في مديرية جبل حبشي بتعز ومصرع وجرح العشرات من ميليشيا الحوثي. الحكومة تطالب المنظمات الدولية العاملة في اليمن بكشف جرائم ميليشيا الحوثي. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار. طوقت القوات الحكومية مدينة حرض الحدودية بعد أن حررت معسكر المحصام المطل على المدينة، وباتت القوات على بعد كيلومتر عن مركز المديرية بحسب التصريحات التي أدلى بها المركز الإعلامي للقوات الحكومية. المنطقة العسكرية الخامسة تتحرك بعد غياب لأكثر من 10 أشهر وتباغت الحوثيين بعملية سيطرت على معسكر المحصام، وهو التبة الاستراتيجية المطلة على مدينة حرض الحدودية، أهم منفذ يمني مع المملكة العربية السعودية. العملية العسكرية التي ابتدأت صباح الجمعة، يقول المركز الإعلامي أنه تم الهجوم من عدة محاور في مناطق وسواحل محافظة حجة، في حين بدت قوات الحوثيين هي الحلقة الأضعف في هذه المواجهات لاستخدام القوات الحكومية عنصر المفاجأة وكذا التقدم من محاور متعددة. وبحسب المعلومات الواردة، لا تبعد القوات الحكومية عن مدينة حارض سوى أقل من كيلومتر واحد، وقد تم تطويق المدينة والسيطرة على أهم مرتفع مطل عليها، وهو ما سهل إمطار مواقع الحوثيين داخل حارض بالمدفعية والصواريخ. قواتنا متقدمة باتجاه المدينة، لا يفرقنا عن يعني وسط المدينة إلا يعني كيلومتر أو أقل. هذا وتقف الألغام حاليا حائط صد كبير أمام العمليات العسكرية بعد زراعة الحوثيين لها على مداخل المدينة الرئيسية وكذا تلغيم المباني والطرقات، الأمر الذي قد يؤخر إعلان التحرير لحين الانتهاء هندسيا من وضع حلول مناسبة. هناك العبارات أمامكم على الطريق، تم تفجيرها قبل الدخول بدقائق، وهذا هنا في أبوات تم تفجيرها مدفون تحت الأرض، مدفون تحت الأرض، ربما معهم سلك لا بعيد في أنت لو شيء، المهم يعني كان مدفونة موها تمويه غير عادي. هذا وقد طالبت القوات الحكومية عبر مكبرات الصوت الحوثيين داخل مدينة حرض بالخروج منها وتسليمها، ويرى عسكريون بأن إعلان حرض محررة لم يتأخر كثيرا في ظل إصرار من القوات على تحرير المدينة لما لها من أهمية استراتيجية وعسكرية. هذا وتعد حرض منطلقا للكثير من العمليات الحوثية على دول الجوار وأقرب نقطة لإطلاق الصواريخ والمسيرات وانطلاق المعركة فيها، تطور لافت لتفعيل الجبهات واستغلال حالة الضعف الحوثية وتشتيت قواتها. وفي السياق، أعلن التحالف تنفيذ 21 استهدافا ضد ميليشيا الحوثي في مأرب وحجة، وأفاد التحالف بتدمير 13 آلية عسكرية بالإضافة إلى خسائر بشرية في صفوف ميليشيا الحوثي. يأتي ذلك بينما تواصل القوات الحكومية والمقاومة تحقيق الانتصارات الميدانية على امتداد الجبهات لمحافظات مأرب وحجة وسط خسائر وانهيارات واسعة في صفوف الميليشيا. إلى ذلك، قال تقرير لجنة خبراء الأمم المتحدة إن محافظة عمران من أكثر المحافظات ارتفاعا في عدد القتلى من الأطفال المجندين بصفوف ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران. وكشف التقرير أن 2688 حالة تجنيد وقتل للأطفال في محافظة عمران سجلت ما بين يوليو 2014 وديسمبر 2021، وبلغ عدد حالات التجنيد 2107 و626 حالة قتل. وأكد التقرير وصول عدد حالات التجنيد ذروته في عام 2015 حيث وصلت إلى 600 حالة تجنيد، أما حالات القتل فقد بلغت 73 حالة. وفي تعز، أعلنت القوات الحكومية مقتل وإصابة 13 عنصرا حوثيا في الريف الغربي للمحافظة، وأفاد المركز الإعلامي لمحور تعز في بيان له بمقتل 5 حوثيين وإصابة 8 في معارك مع ميليشيا الحوثي بجبهة العنينة في مديرية جبل حبشي. وأكد البيان أن القوات الحكومية كسرت هجوما للحوثيين على مواقعها في تلك الجبهة المشتعلة وكبدتها خسائر في العديد والعتاد.
وفي تعز أيضا أجبرت ميليشيا الحوثي الإرهابية سكان إحدى قرى مديرية مقبنة غرب المحافظة على مغادرة منازلهم. أفادت مصادر محلية أن ميليشيا الحوثي قامت بتهجير عشرات الأسر من سكان القرية بمديرية مقبنة ورغمتهم على ترك منازلهم والنزوح منها. ولفتت المصادر أن عملية التهجير تزامنت مع معارك تشهدها المديرية بين الميليشيا مع وحدات القوات المشتركة في عدة محاور، ومارست الميليشيا الحوثية انتهاكات واعتداءات بحق المواطنين وأهالي القرى في مديرية مقبنة، وحولت عددا من منازل المواطنين الذين هجرتهم قصرا إلى سكنات عسكرية، فيما قامت بزراعة الألغام وتفخيخ منازل أخرى بهدف منع تقدم القوات المشتركة. مطالبات مستمرة من قبل حقوقيين لتصنيف ميليشيا الحوثي جماعة إرهابية نظرا لما ترتكبه من جرائم بحق الشعب اليمني، وتحويل المناطق السكنية إلى مناطق عسكرية تطلق منها الصواريخ البلاستية. استخدام الميليشيا الحوثية الإرهابية المدنيين دروعا بشرية يعكس مدى إجرامها وإمعانها في قتل اليمنيين، وهو ما دفع حقوقيون للوقوف أمامه، مطالبين المجتمع الدولي بموقف حازم ضدها وإدراجها في قوائم الإرهاب نظرا لما ترتكبه من جرائم مستمرة ضد المدنيين والمنشآت والأعيان المدنية في اليمن. تعطيل فرص السلام من قبل ميليشيا الحوثية وإصرارها على استخدام المدنيين كدروع بشرية لعملياتها العسكرية المختلفة في مخالفة واضحة للقانون الدولي الإنساني، وكذا احتجاز المدنيين في مواقع عسكرية وتخزينها للأسلحة في مواقع مدنية كالمدارس والمستشفيات، واستخدام بعض المناطق السكنية منصات لإطلاق الصواريخ والمقذوفات، وهو ذات الأسلوب والنهج الذي تستخدمه ميليشيا حزب الله اللبناني. الحكومة اليمنية دعت بدورها الأمم المتحدة والوكالات التابعة لها إلى القيام بدورها في تسليط الضوء على جرائم الحوثيين وكشف انتهاكاتها وتعزيز ذلك بالمعلومات والإحصائيات الدقيقة من أرض الواقع. وزارة حقوق الإنسان قدمت توصيات عدة ضمن تقريرها المرفوع لمجلس حقوق الإنسان، مطالبة بإدراج ميليشيا الحوثي ضمن قوائم الإرهاب الدولي وقوائم الملاحقة الجنائية المنتهكي حقوق الأطفال في العالم، وتقديم قيادتها إلى المحاكم الدولية جراء تلك الجرائم. ولا يزال أطفال اليمن يدفعون فاتورة الحرب، خصوصا أولئك الذين في مأرب الذين يتعرضون لقصف حوثي متواصل. وقد كشفت تقارير حديثة عن جرائم الميليشيا ضد الطفولة في مأرب منذ بدء الحرب. مرحبا بكم. أطفال اليمن وجدوا أنفسهم تحت قصف صاروخي إرهابي حوثي انتهك طفولتهم التي استنزفتها الحرب، ليتسطروا قائمة الانتهاكات الإنسانية ويدفعوا فاتورة حرب عبثية لا ناقة لهم فيها ولا جمل. الأرقام تؤكد على مستوى محافظة مأرب في الفترة من أكتوبر 2014 وحتى ديسمبر من العام 2021. تحقيقات أجراها فريق مكتب حقوق الإنسان بالمحافظة كشفت الآتي: منذ مطلع العام 2015 وحتى نهاية ديسمبر من العام 2021، أطلقت ميليشيات الحوثي على مناطق غرب وجنوب وشمال ووسط مأرب عدد 356 صاروخا بالستيا استهدفت المدنيين والأطفال في مناطق سكنية وأخرى ريفية وزراعية، منها 91 صاروخا بالستيا في العام الماضي فقط. هذه الصواريخ البالستية التي أطلقتها جماعة الحوثي الإرهابية إلى جانب الألغام التي زرعتها في المناطق التي وصلت إليها تسببت في مقتل وإصابة 1028 طفلاً. مناطق في مأرب سيطرت عليها ميليشيا الحوثي وقامت بتجنيد 1748 طفل فيها كما أكد التقرير، وزجت بهم إلى جبهات القتال، منهم 653 طفلاً قتلوا أو أصيبوا وهم يقاتلون في صفوف الحوثيين، فيما 472 طفلاً ما يزالون في الجبهات يشاركون في الأعمال العسكرية، و 323 طفلاً مصيرهم مجهول حتى اللحظة. وبالانتقال إلى الاستهداف الممنهج للعملية التعليمية بمناطق سيطرة الحوثيين والقصف العشوائي والاحتلال والسيطرة على المؤسسات التعليمية،
تكشف الأرقام التي رصدها المكتب استهداف الميليشيا ل195 منشأة تعليمية في مأرب بقصفها بالصواريخ البالستية أو التفجير والنهب أو الاقتحام أو الاستخدام العسكري. هذا الاستهداف الممنهج أدى إلى حرمان قرابة 55 ألف طفل وطفلة من التعليم الأساسي، فيما عاد إلى مقاعد الدراسة بعد توفر بدائل أخرى سواء في مخيمات النزوح أو المجتمعات المضيفة أكثر من 10,000 طفل. القصف الحوثي بالصواريخ البالستية طال 105 منشآت طبية وصحية تدمرت بشكل كلي وجزئي، فيما وصل عدد المنشآت التي تستخدمها ميليشيات الحوثي في أعمالها العسكرية 14 منشأة طبية وصحية. الهجمات العشوائية والصاروخية الحوثية أدت إلى تضرر قرابة 107,000 طفل وطفلة نتيجة غياب الرعاية الصحية في مأرب. وبحسب الإحصائيات فإن أمراض سوء التغذية تتمدد في أوساط الأطفال بسبب حصار الحوثيين وصدى تجاهل التحذيرات الطبية والمناشدات لإنقاذ حياة أكثر من 46,000 طفل جراء سوء التغذية، وقد تتعرض حياتهم لمخاطر كبيرة. وأخيراً تضاعفت الهجمات الحوثية خلال العام 2021 في المديريات الجنوبية للمحافظة، ونتج عنها أكبر عملية تهجير قسري على مستوى اليمن، والتي وصلت إلى أكثر من 100,000 مهجر قسريا خلال الأشهر الأخيرة فقط من العام الماضي، في أكبر عملية تهجير في تاريخ اليمن خلال فترة وجيزة. وللحديث حول الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف مدير المنظمات والتقارير بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عصام الشاعري. بداية، طالبت الحكومة المنظمات الدولية العاملة في اليمن لكشف الجرائم التي ترتكبها ميليشيا الحوثي، كيف يمكن ذلك من وجهة نظرك؟ شكرا لكم. طبعا مدير عام منظمات التقارير الدولية في وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان. نعم. تصحيح. بالنسبة للدعوة، الدعوة إلى فضح وانتهاكات ميليشيات الحوثي والدعوة للمنظمات المحلية وكذا الدولية لتكثيف جهودها لفضح هذه الانتهاكات وهذه الممارسات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، والتي تعد وتوصف بأنها جرائم حرب وكذلك جرائم ضد الإنسانية ومخالفة صريحة للقوانين والتشريعات اليمنية والعرف الدولي والعرف والأعراف كذلك. وبالتالي هذه الجرائم التي استعرضتموها في تقريركم هي مؤشرات للوضع الإنساني في اليمن، لكن الأرقام هي أعلى بكثير مما ذكرت في هذه التقرير. نعم، بصفتكم مدير عام كما ذكرت المنظمات والتقارير بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ما هو الدور الذي تقومون به وعملية التنسيق فيما بينكم مع المنظمات الدولية؟ بالطبع نحن نعمل بشكل مستمر، ولدينا خلية أزمة تعمل على مدار اليوم، وهذه نقوم بعمليات الرصد والتوثيق والإبلاغ، ثم عمليات إعداد التقارير وإرسال البيانات إلى الجهات الدولية، ونحن نتشارك مع الكثير من المنظمات الدولية ونلتقي بشكل مستمر للعمل على إدارة هذه الميليشيات من ناحية، ومن ناحية أخرى للاستجابة الإنسانية الطارئة لتقديم الخدمات الإنسانية وكذلك الإقافية والعلاجية والطبية للنازحين أو للمضطرين من جراء قصف الميليشيات الحوثي للأحياء ومناطق النزوح والمكتظة بالسكان. وبالتالي العمل نحن بسبب الموجة الكبيرة التي شنها ميليشيات الحوثي باستهداف الأحياء السكنية سبب لنا موجة نزوح كبيرة لم تستطع الحكومة مواجهتها لوحدها، وبالتالي نطالب المنظمات الدولية والإقليمية. نعم، هذه المنظمات الدولية كما ذكرت
دعم للنازحين. نعم، هل تقوم هذه المنظمات الدولية بتغطية الاحتياجات التي يعاني منها كافة شرائح المجتمع بالذات النازحين في ظل استمرار التهديد بتقليص موازنة المساعدات التي تقدم لهذه المنظمات الدولية في اليمن؟ صراحة موجة النزوح بالكياد مستمرة، وخصوصا عام 2021 وبداية عام 2022 موجة النزوح كبيرة، لم تستطع المنظمات الدولية والإغاثية الوصول إلى الكثير من المحتاجين. هناك مطالبات بتوفير الغذاء والدواء وكذلك البطانيات والأغطية، هناك نوع من التقصير لا زال قائم، وهناك عمليات ضعف في عمليات التنسيق مع الحكومة الشرعية وهذه المنظمات، وبالتالي هذا سبب إلى أن بعض الأماكن النزوح لم يصلها حتى الآن أي مساعدات إغاثية، وهم بحاجة بأمس الحاجة خصوصا هذه الأيام أيام البرد القارس الذي يحتاج إلى أغطية وتدفئة وكذلك غذاء. بالطبع هناك يجب أن تمارس، نحن دعينا كثيرا في وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، دعينا المنظمات الدولية إلى نقل مكاتبها إلى العاصمة عدن والعمل من المناطق المحررة لتسهيل عمليات وصول الإغاثة، لكن لا زالت عدد من المنظمات لم تستجب حتى هذه اللحظة وتتعامل مع مجالس وهمية لدى الميليشيات الحوثية في إطار عمل يعني غير شرعي وغير قانوني. نعم مفهوم. سؤالي الأخير، هناك يعني الكثير من الجرائم التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي وهي لا تخفى على أحد، لماذا يغض المجتمع الدولي الطرف عنها؟ سؤال مهم للغاية. هذا قبض الطرف شجع هذه الميليشيات على ارتكاب المزيد من الانتهاكات بحق المدنيين، وبالتالي اعتبرها ميليشيات الحوثي كضوء اخضر لممارسه هذه الانتهاكات، وبالتالي اعتقد انا ان المجتمع الدولي شريك في عدم تحمل مسؤولياته الاخلاقيه وحتى تنفيذ قراراته، ومنها قرار 2216 بضروره حمايه المدنيين، ولكن هذا التماهي والتراخي شجع هذه الميليشيات على ارتكاب المزيد من الانتهاكات والجرائم. نعم عصام الشعري، مدير عام المنظمات والتقارير بوزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر الهاتف. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. استمرار تذبذب أعداد الإصابات المعلنة بكورونا وتسجيل 18 حالة في 6 محافظات. أهلا بكم. في أخبار كورونا، أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة الوباء تسجيل 18 إصابة بالفيروس التاجي في 6 محافظات، وقالت في حسابها على تويتر إن 6 إصابات سجلت في حضرموت و5 في الضالع و4 في مأرب و1 في كل من عدن وأبين وشبوة، وأضافت أنه تم تسجيل 4 حالات وفاة، 2 في شبوة 1 في حضرموت والأخرى في تعز، بالإضافة إلى تسجيل 12 حالة شفاء في حضرموت، وبذلك يرتفع إجمالي الحالات المؤكدة إلى 11149 حالة، منها 2026 حالة وفاة و7165 حالة شفاء.
وعالميا يقترب المصابون بالفيروس التاجي من حاجز 394 مليون ونصف مليون شخص في ظل استمرار تفشي متحور أوميكرون في مختلف دول العالم. وذكرت آخر الإحصائيات أن عدد المصابين بكوفيد 19 تعدى 394 مليون و491، فيما تجاوزت الوفيات 5,753,000، وبلغ من تم شفاءهم نحو 313,218,000 متعافى. نشرتنا مستمرة وفيها أيضا تقرير حكومي يحذر من تزايد الضغوط على قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في اليمن. المنشية الحوثية تقصف قرى أهلة بالسكان كما تشاهدون القرية الآن، الناس في حالة رعب، والطيران مسير الحوثي المسيرة الحوثية ما زالت تحلق في الأقمار. الآن قصف من قبل المنشية الحوثية. شنو من أبناء الحناية، منطقتنا تعرض للقصف من قبل الحوثيين ونحن بعيدين عن الأهداف العسكرية. ضربوا بيوتنا بالهونات والطيران المسير، والآن نزحنا وتشردنا وشردوا جهلنا في بين الأشجار هنا، ولا يوجد لدينا أي شيء. لنا 4 سنوات محاصرين من الحوثي. قذائف الهون. وحتى من الميملة خلانا لا نركض لا ليل ولا نهار. خب يا بس عايا قدرنا نحن ولا نحن حد الميملة معانا فترة دم محاصرين، نحن وفعالنا ونساءنا وأطفالنا ما باقي لنا موت. أهلا بكم من جديد. حذر تقرير حكومي من تزايد الضغوط على قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في اليمن واستمرارها بيد ميليشيا الحوثي. لم تكتفي ميليشيا الحوثي في أسلوب التعتيم الذي تنتهجه من خلال التلاعب بخدمات الانترنت وقطعها عن المواطنين، في حين لا يزال هذا القطاع يمثل سلاحا بيدها في زمن الحرب، لتتصاعد التحذيرات من تزايد الضغوط مؤخرا على قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها الوطن خلال الحرب. تقرير صدر حديثا عن قطاع الدراسات الاقتصادية التابع لوزارة التخطيط والتعاون الدولي تطرق إلى ما يشهده قطاع الاتصالات من تدهور متواصل منذ بدء الحرب قبل نحو 7 سنوات، أدت إلى تدني مستوى تقنية المعلومات في اليمن وضعفها بشكل كبير في ظل عدم قيام الحكومة بأي تحرك لتحرير هذا القطاع من قبضة الميليشيا. وقد بلغ التراجع في الناتج الإجمالي الحقيقي لقطاع الاتصالات الخاص وفق التقرير بمتوسط سنوي بلغ حوالي 8.6 خلال الفترة الممتدة من نهاية عام 2014 إلى مطلع عام 2021، مقابل تراجع بنسبة 6.1% في القطاع العام لنفس الفترة، مما أدى إلى فقدان فرص التطوير لهذا القطاع. ونتيجة الصراع الذي يضرب قطاع الاتصالات في اليمن ويتركز في الاستحواذ على خدمات الانترنت وتقنية المعلومات والأهم شركات الهاتف النقال، انسحبت بعض الشركات جراء هذا التراجع، وأعلنت نهاية العام الماضي شركة MTN انسحابها النهائي من العمل في اليمن. وكان فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن الدولي أكد في تقريره الأخير أن قطاع الاتصالات في اليمن يشهد نموا كبيرا ويشكل مصدرا رئيسيا للإيرادات لميليشيا الحوثية، مشيرا إلى فرض الجماعة رسوما ومصاريف غير قانونية إلى جانب الابتزاز ومصادرة أصولها وإصدار التراخيص عمدا لفترات قصيرة.
وفي الملف الاقتصادي، أكثر من 312 مليون دولار دفعت للمنحة النفطية السعودية لتشغيل محطات الكهرباء، وأزمة مرتقبة للغاز المنزلي في عدن نتيجة احتجاز ناقلات الغاز القادمة من مأرب، وأزمة الوقود ما تزال تعصف بالعاصمة صنعاء رغم وصول المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة. جولتنا الاقتصادية تتركز على الشأن المحلي، حيث بلغ إجمالي قيمة الكميات الواردة من المنحة النفطية السعودية لتشغيل محطات الكهرباء في المحافظة المحررة نحو 312 مليون دولار، نسبة المدفوع من المانح 72% ومن الحكومة 28%. وكان ميناء الزيت في عدن استقبل كمية من الدفعة السابعة تقدر ب 60 ألف طن متري من مادة الديزل. وقال رئيس لجنة التيسير المشتركة إن إجمالي الكميات الواردة من الدفعة السابعة بلغ 452 ألف طن متري من الديزل بنسبة 50% من الكمية المحددة والبالغة 909,591 طن متري من الديزل و 232 ألف طن متري من المازوت بنسبة 66% من الكمية المحددة البالغة 351,304 أطنان متري من المازوت بإجمالي 422 مليون دولار لتشغيل 65 محطة كهربائية. حذرت مصادر رسمية من أزمة وشيكة لمادة الغاز المنزلي تهدد مدينة عدن خلال الأيام القليلة المقبلة. وأفاد مدير عام منشأة الغاز في عدن إنه تم احتجاز شاحنة نقل الغاز المنزلي القادمة من مدينة مارب، ما قد يؤدي إلى انعدام المادة شبه كليا في حال عدم اتخاذ التدابير مع الجهات المعنية. وتشهد مدينة عدن أزمة خانقة في الغاز المنزلي منذ أكثر من شهرين بعد اختفائه عن معظم المحطات الخاصة، ما تسبب في حدوث أزمة خانقة. كشفت مصادر ملاحية وصول السفينة النفطية سي أدور إلى ميناء الحديدة وعلى متنها أكثر من 29 ألف طن من مادة البنزين، وذلك بعد أيام من وصول سفينتين مماثلتين لتغذية احتياجات المواطنين بالعاصمة صنعاء وبقية مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي. إلى ذلك، أكد مصدر مسؤول في شركة النفط اليمنية أن ميليشيا الحوثي بصدد رفع أسعار المشتقات بواقع 14500 ريال للدبة البترول سعة 20 لترا، حيث عملت على عرقلة وصول ناقلات النفط إلى صنعاء منذ أيام بهدف إحداث أزمة مشتقات نفطية وإثارة الهلع لدى المواطنين، ليتسنى لها بعد ذلك السماح بدخولها لتمرير الجرعة التي تريد فرضها. وأوصل سعر دبة البنزين سعة 20 لترا إلى 25000 ريال في السوق السوداء التابعة لقيادات حوثية. وأخيرا، أعلنت المؤسسة الليبية للنفط تخفيض إنتاج النفط بمعدل 100 ألف برميل في اليوم وتوقف الصادرات النفطية من ميناء السدرة أكبر الموانئ النفطية في البلاد. وعربت المؤسسة عن قلقها البالغ إزاء اضطرارها إلى تخفيض الإنتاج في قطاع النفط الوطني نتيجة عدم القدرة على تنفيذ مشروعات صيانة الخزانات التي دمرتها الحروب وتعطل تنفيذ المشاريع الطارئة المتعلقة ببناء الخزانات وصيانة المتاح. نظمت المنظمة الوطنية للإعلاميين اليمنيين صدى ورشة عمل تعريفية حول الدعم النفسي لصحفيين في محافظة مأرب، وهدفت الورشة التي فيها 27 صحفيا إلى التأكيد على أهمية تقديم الدعم النفسي للصحفيين وخاصة العاملين في مناطق النزاع ضمن برامج السلامة المهنية اللازمة للصحفيين. واختتمت الورشة بتوصيات عدة أهمها ضرورة مطالبة المؤسسات الإعلامية بتوفير برامج الدعم النفسي لمنتسبيها ووضع برامج السلامة المهنية من ضمن أولوياتها. الحرب التي عاشتها اليمن واليمنيين لهذه 7 سنوات فرضت ضغوط كبيرة جدا وتسببت في صدمات عميقة للصحفيين اليمنيين. للأسف الشديد خلال 7 سنوات لم يكن هناك أي برامج دعم نفسي أو برامج سلامة مهنية للصحفيين في اليمن، ما عدا القليل والنادر جدا. يعني عشرات الصحفيين يوميا في الجبهات يعيشون، يتعرضون لضغوط يومية، لضغوط نفسية يومية، ضغوط العمل في المكاتب،
الصحفي يعيش أزمة نفسية بامتياز. نحن نحاول من خلال هذا المشروع أن نسد ولو جزء من الاحتياج لدى الصحفي، وندعو جميع الشركاء سواء المحليين والدوليين كممولين لأن يرعوا مثل هذه المشاريع، وهي فرصة كبيرة جدا لإسناد الصحفي. يعني نحن نبحث عن إسناد الصحفي المسجون والمختطف والمعتقل، وننسى أيضا ونتناسى الصحفي الذي يعمل في الميدان والذي يتعرض للضغوط كبيرة جدا. هذا هو أهم إسناد تقوم به المنظمات والنقابات والجهات العاملة في هذا المجال. وفي مأرب أيضا ندد طلاب وطالبات جامعة إقليم سبا في وقفة احتجاجية باستهداف ميليشيا الحوثي المتواصل للمدينة، الذي كان آخر ضحايا 28 مدنيا بقصف حي المطار. ودعا المحتجون الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية إلى الضغط على تلك الجماعة الإرهابية للتوقف عن استهداف المدنيين في مأرب وتصنيفها جماعة إرهابية. اليوم نرسل رسالة من خلال الوقفة الاحتجاجية، رسالة إلى الأمم المتحدة والمبعوث الأممي بتطبيق قواعد الحماية. فنحن هنا في المناطق المحررة نتعرض للانتهاكات اليومية من خلال ضربنا بالصواريخ البالستية، وهذا يخالف قوانين الأمم المتحدة. أين حقوق الإنسان؟ أين حقوق الطفل؟ أين حقوق المرأة تنتهك في بيتها في بين أولادها؟ ذلك هذا شيء يعني نطالب فيه العدل والحكومة. أين يعني نريد ثبات ونريد كلام يقوم بنهضة المسمى، مش كلام على الورق، كلام على التلفزيون، كلام على الإذاعات، كلام إنه إحنا سوف نسوي، إحنا سوف نقدم لكم الأفضل، لكن لا بوجود لا أي أفضل، ما بنرجع إلا للأسوأ للأسوأ للأسوأ. في إطار التوعية بالوقاية من مخاطر مرض السرطان وأهمية الكشف المبكر عنه ودوره في تحسين فرص الشفاء، نظمت المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان بعدن فعالية المعرض الخيري للناجيات من السرطان. ذكرى قسار، واحدة من بين إحدى الناجيات من إصابة بمرض السرطان الذي تعود بدايته معها إلى ما قبل 12 عاما من الآن، لتدخل حياتها بعدها في صراع مرير مع هذا الداء الخبيث الذي عكر صفوة حياتها، لكنها استمرت في مكافحته دون ما استسلام. المرض عندي من قبل 12 سنة، وكان في الثدي أول مرة، وبعد 3 سنين انتقل إلى الثدي الثاني، واستأصلت أول حاجة للثدي الأول، وبعدين استأصلت جزء من الثدي الثاني، وانتقل بعدين يعني غدد تحت أبط الرجل مدريش كيف، واستأصلت برضو، وانتقل برضو في الظهر، واستأصلت في الثدي في الظهر عفوا، وآخر عملية عملت أني استأصلت المبايض اللي كانت في 2018. قبل 2018 كان انتقل إلى الرئة والقصبة الهوائية والحنجرة، ولله الحمد إلى الآن يعني استعمل علاج بيولوجي بعد ما اكتفينا من العلاج الكيماوي، يعني خلاص أصبح 36 جلسة طبعا قمت بجلسات كيماوي، وعملنا إشعاع فترة معينة، والحمد لله يعني الآن. آلاف المرضى يعيشون معاناتهم المتواصلة مع هذا المرض السرطاني الخبيث الذي سلب منهم فرحتهم وبسمتهم، ليستمر الألم وليبقى الأمل بالله كبير. أصبت بمرض السرطان في عام 2016، عملت عملية استئصال وضربت كيماوي وعملت الإشعاع في صنعاء، والآن أخذ علاج هرموني. هذا المرض الخبيث الذي تتعدد الحالات وتتفاقم المأساة مع هذا المرض الخبيث. وفي اليوم العالمي لمكافحة السرطان نظمت المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان بعدن فعالية ضمن المعرض الخيري للناجيات من السرطان. عندي سرطان الثدي من 2015 ومتزوجة، وعندي 2 من الأولاد. طبعا المؤسسة الوطنية ساعدتنا احنا بحاجات كثيرة جزاهم الله خير، بالنسبة للأدوية، بالنسبة للفحوصات، بالنسبة للكشافات، وأي حاجة متعلقة بالأمراض حقنا احنا كان لهم دعم كثير ومساعدة المرضى لنا نفسيا وماديا ومعنويا. الحمد لله يعني في كان صعوبات شوية، يعني لدرجة انه سويت العملية كانت بصعوبة جدا،
فالآن قبل سنتين سويت العملية والآن رجع المرض من جديد ورجعت للكيماوي والحمد لله على كل حال. تزايد أعداد المرضى المصابون بالسرطان وتكرار المآسي الإنسانية التي يفرزها هذا الداء الفتاك سعت المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان مؤخراً إلى افتتاح مركزاً متخصصاً للكشف المبكر عن المرض وتقديم خدماته الصحية للمرضى مجاناً. احنا كإحصائية طبعاً نتكلم ما قبل الحرب وما بعد الحرب تختلف، طبعاً الأعداد كانت بسيطة جداً ما قبل الحرب، لكن ما بعد الحرب زادت الأعداد وزاد عدد المستفيدين في المؤسسة، كل سنة يزداد بسبب النزوح، بسبب الحروب بالمناطق الأخرى، بسبب أصبح في عدن تواجد كثير، بسبب كذلك أننا في المؤسسة في عدن نخدم 4 المحافظات المجاورة. طبعاً احنا يمكن المستفيدين في المؤسسة خلال العام الماضي أكثر من 4000، سواء على مستوى كشف مبكر أو على مستوى علاجات وفحوصات وأشعة مقطعية. ومستمرون إن شاء الله بتقديم هذه الخدمة رغم تزايد عدد الأمراض، إلا أننا مستمرون إن شاء الله بدعم أهل الخير بالناس بالمجتمع بكل الشرائح. نتمنى أن نستمر وتقديم هذه المعونات وتقديم هذا الدعم النفسي وتقديم جانب التوعية بجانب التثقيف الصحي وغيرها من الأمور. تستمر الأوجاع والآلام التي يتسبب بها هذا المرض الخبيث، لكن الأمل في الله يبقى. كثير من المصابين يواجهونه بصلابة وقوة وعزم ويتبعون كل سبل الوقاية من انتشار المرض والسيطرة عليه حتى التخلص منه والشفاء بإذن الله، وليبقى في الحياة أمل. في ختام النشرة تذكير بأهم العناوين. القوات الحكومية تطوق مدينة حرب في حجة وكيلومتر فقط يفصلها عن المدينة. إحباط هجوم حوثي في مديرية جبل حبشي بتعز ومسرع وجرح العشرات من ميليشيا الحوثي. الحكومة تطالب المنظمات الدولية العاملة في اليمن بكشف جرائم ميليشيا الحوثي. شكرا للمتابعة، في أمان الله.